ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم أشرف عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي. سيد أشرف، تصريح من الحكومة الإثيوبية بأنها منفتحة على كل الحلول عدا التفاوض، ما تفسير ذلك؟ هذا التعلم بالتأكيد من شأنه أن يصاغم الأزمة لحد كبير، خاصة وأن كثير من الجهود الأفريقية حاولت أن تطلب من مهمة الوساطة بين أبي أحمد وبين جبهة التجري. وإذا استمر هذا الحال يعني أن هنالك أزمة إنسانية كبرى، خاصة واليوم كانت هنالك تحذيرات حتى من قبل وزارة رايف قالت فيها أنها أن ما يحدث في إقليم تيغراي إذا كان بهذه الصورة ولم يتم حماية المدنيين يمكن أن يحصل في خانة الإفادة الجماعية. إذا تظل هنالك جهود دولية مكثفة على أبي أحمد إذا لم يتراجع في ذلك، خاصة وأنه يتطور أنه حقق انتصارات، ولا بد أن يحسم هذه المعركة بالقوة. في تقديري هذه المعركة من الصعب حسم هذه القوة، لأن من شأنها أن تفتح النسيج الإثيوبي وعلى أبي أحمد الاستعداد لأي وساطة. نعم، ولكن الجيش الإثيوبي حتى الآن حسب ما يعلن فهو في تقدم واقترب من الحصار الكامل لعاصمة تيغراي. واضح أن هنالك يعني حصور بشرية يعني تتواجد، وهذا يصعب على الجيش دخول هذه المناطق بالقوة. إذا دخل فسيسقط عدد من الضحايا المدنيين، ولعل ذلك يفسر قلق الجهات الأممية وقلق كثير من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ألمحت فيها سوزان رايس إلى في تغريدة لأنها ترفض ذلك وتعتبره الإبادة الجماعية إذا حدث. نعم. إذن هذا الضغوط على الجيش، والأثر ربما يواصل أبو أحمد لأنه يعتبر هذا هو الطريق الوحيد لحسم المعركة وبثم التفاوض بعد حسم المعركة. ولكن لماذا لا يقبل رئيس الوزراء الإثيوبي بالتفاوض الآن إذا كان هناك كل هذه الوساطات؟ لأنه يعتبر أن ذلك تمردا داخليا وينبغي حسمه، وإذا تدخلت جهات أخرى يعني بتزويل القضية. هذه هي المبررات التي كان قد أشار إليها في أنباء غير مؤكدة بالنسبة للرئيس السوداني، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رئيس دورة الإرادة الحالية الذي كان حاول أن يتوسط بين الأطراف المتصارعة. سيد أشرف عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك.